بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. هذا الحديث الصحيح مع روايته الأخرى يدلان على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا لصيامه أن صومه صحيح، وأن هذه طعمة من الله جل وعلا أطعمه الله إياها، فعليه أن يتم صومه. أما إذا أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر فاستمر في أكله فإنه يبطل صيامه. المهم أنه إذا ذكر توقف عن الأكل والشرب، فإذا توقف فإن صومه يكون صحيح، لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد بالنسيان، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال: قد فعلت، أي أعطيتكم ما تسألونه مني في هذه الآية الكريمة. ولذا نزلت هذه الآية من السماء من عند الله جل وعلا، وتقدمها ملك لم ينزل للأرض قبل هذا النزول، جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما أحد من قبلك، يعني من الأنبياء، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه من نعمة من الله جل وعلا أعطاها لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته معه. فدل هذا الحديث دلالة واضحة لا إشكال فيها أن من أكل أو شرب ناسيا لصيامه ثم ذكر وتوقف فإن صومه صحيح. وهو المروي عن عموم العلماء رحمهم الله، إلا ما روي عن مالك رحمه الله فإنه قال: لا، إذا أكل أو شرب أفسد صومه، وهو محجوج رحمه الله بهذا الحديث الصحيح. فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
درجة الحديث: الحديث صحيح فقد رواه الحاكم وصححه. قال المؤلف: وهو صحيح. الحديث الأول متفق عليه، حديث أبي هريرة، والحاكم اللي رواه الحاكم هذا صححه العلماء رحمهم الله. نعم. قال الشيخ الألباني: الرواية الرابعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي وقالا كلهم ثقات. قلت: وإسناده حسن. مفردات الحديث: فليتم صومه، اللام لام الأمر والميم مفتوحة لأنه مضاعف، فإنما تعليل لكون الناس لا يفطر، ووجه ذلك أن الرزق لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيل، فلا ينسب إليه، شبه الأكل ناسيا به لأنه لا صنع للعبد فيه. إنما أداة حصر، ومعناها ما أطعمه ولا سقاه إلا الله، ليدل على أن النسيان من الله وأنه من لطفه بعباده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد، وقواه الدارقطني. هذا الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي، ذرعه يعني أتاه القيء بدون اختياره وبدون طلب منه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أي من طلب هو القيء فعل شيئا يقيء به سببه فعليه القضاء. فرق بين المرء مثلا يجلس يتحدث مع أخوانه ثم يأتيه القيء بسرعة بدون سبب منه، هذا لا قضاء عليه والحمد لله. أما إذا عالج نفسه من أجل القضاء، من أجل القيء، كان يدخل إصبعه فيه أو يشم شيئا يأتي بقيئه أو يفعل شيئا من تلقاء نفسه ليقيء، فهذا عليه القضاء لأنه تسبب للقيء ثم لا يخلو. إن كان محتاجا لذلك فلعله لا إثم عليه، وإن كان غير محتاج لذلك وإنما يعبث بنفسه فلا يجوز له، بل يحرم عليه حينئذ، لأن القيء استغراق، ينزل الطعام الذي في المعدة يتقوى به البدن، فما يبقى معه شيء يتقوى به فيحرم عليه ذلك رفقا بحاله، رفقا بنفسه. فمنعه من القيء لمصلحته لا لضرر يحصل في الشرع، وإنما لكونه أخرج الطعام الذي في معدته، وإخراج الطعام يبقى تلقى المعدة خالية فتتضرر بقية الجسم. والفرق بين الأمرين واضح، أن من تسبب للقيء فعليه القضاء، وأما من أتاه القيء بدون سبب فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. درجة الحديث: الحديث حسن، حسنه الترمذي، وقد صححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني وعبد الحق: رجاله كلهم ثقات،
وضعفه بعضهم فقال البخاري لا أراه محفوظا وأنكره الإمام أحمد، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. نعم. مفردات الحديث ذرعه القي بفتحات ثلاث، أي سبقه وغلبه وقهره، ومثله قولهم ضاق ذرعي عن كذا، أي ضعفت قوتي، والقي ما قذفته المعدة. استقاء طلب إخراج القي من جوفه باختياره. ما يؤخذ من الحديثين: أولا، الحديثان يدلان على أن الأكل والشرب والقي من العامد الذاكر المختار يفطر الصائم ويفسد الصيام، وهو إجماع علماء المسلمين، لأن الصيام الأكل والشرب هذا ممنوع شرعا ولا يتم الصوم به إلا إن كان نسيانا فهو يعذر بالنسيان. نعم. واجمعوا. الحديثان يدلان على أن الأكل والشرب والقي من العامد الذاكر المختار يفطر الصائم ويفسد الصيام، وهو إجماع علماء المسلمين، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات زمنا مخصوصا من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. نعم. ثانيا، إن الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد الصوم ولا يفطر به الصائم، فقوله فليتم صومه دليل على أن هناك صوما يتم، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والنسيان ليس من كسب القلب. ثالثا، معنى إطعام الله تعالى وإسقاؤه أن الله تعالى من لطفه يسر له هذه الأكلة أو الشربة حينما أنساه صيامه وحاله، فصار هذا الرزق المباح مسوقا من الله، كما جاء في رواية الترمذي إنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. فالنسيان والخطأ من الأفعال الضرورية التي لا تضاف مسؤولية حكمها، وما يترتب عليها إلى فاعلها إلا أنها في إتلاف مال العباد تغرم من باب سد الذريعة، ولأن حقوق العباد مبنية على الشح والضمان. رابعا، كما يعني فرق بين أن يكون الحق لله جل وعلا كالأكل والشرب للصائم، هذا إذا كان نسيانا فلا مؤاخذة، وإن كان تعمدا فيه المؤاخذة. أما حقوق الآدميين فلو ضربه أو صدمه أو آذاه أو أتلف ماله ناسيا أو جاهلا فإنه يلزمه الضمان، لأن هذا إتلاف، والإتلاف من العبد لشيء من موجودات الناس يحرم عليه ذلك، فإذا فعل ذلك فإنه يؤاخذ بهذا. ولا يكفي والله أن يقول يا أخي اسمح لي أخطأت، أو أنا ما أدري وش أنا أسوي، أو كذا أو كذا، يعتذر من صاحبه. ما دام أتلف هذا الشيء فيجب عليه غرمه. نعم. كما أن من أكل أو شرب ناسيا لا قضاء عليه، فإنه أيضا لا كفارة عليه، ذلك أن الكفارة شرعت لتكفير الهفوات والذنوب وترقيع النفس الذي حصل في العبادة، ومن فعل ذلك ناسيا فإنه لا ذنب عليه ولا نقص في عبادته لتحتاج إلى تكفير وترقيع، على أن الكفارة عبادة من العبادات ولا تشرع إلا بنص من الشارع، ولم يوجد نص إلا في الجماع في صيام شهر رمضان أداء لحرمة الزمان نفسه. الكفارة نقصها أنها تنقص الشيء لأنه أخطأ في استعمال هذا الشيء في غير وقته،
فإذا أخطأ فلا بد من جبره. قالوا: لما إذن الكفارة تلزم الجامع لزوجته ناسيا أو جاهلا؟ قيل: لأن النسيان والجهل لا يعرضان لكل أحد ولا يصيران بمثابة الأكل والشرب الذي يأكل ويشربه ولا يدري أنه صائم. الجماع يحتاج إلى تنبه ومجهود قبل والحركة وكذا. قالوا: يؤاخذ بذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت أنا في نفسي وأهلكت زوجتي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يستفسره، ما قال: أنت جاهل أو أنت ناسي، ما عليك شيء، لا، على طول أفتاه بما يجب عليه. قال: تجد رقبة اعتقها؟ قال: لا يا رسول الله. ويضرب رقبته وقال: والله ما أجد إلا هذه رقبتي. قال: تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله، ما وقعت بما وقعت به إلا بسبب الصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله ما عندي شيء، البارح أنا وحالي نبيتين من الجوع. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما في أثناء السكوت هذا وإطالة الجلوس أتى رجل بمكتل فيه تمر، ساقه الله جل وعلا في زنبيل فيه تمر. فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا أطعمه 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، أطعمه وأنا جائع؟ أنا وعيالي جائعين. قال: أطعمه لك عليه الصلاة والسلام، الرؤوف الرحيم بالأمة. فدل على أن الجهل والنسيان في الجماع يؤاخذ به المرء، لأنه غالبا ما يأتي بسرعة الجماع أو كذا، لا بد يكون له مقدمات وكذا، ويعلم أنه صائم. فإذا علم أنه صائم ما يتطرق إليه النسيان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، دليل على أن الإكراه على الفطر لا يقع به إفطار، لأنه لا قصد منه ولا تعمد، فلا ينسب الفعل إليه. وقد جاء في الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. سادسا: أما من استقاء وطلب خروجه فعليه القضاء لتعمده الفطر. قال: وتعمد، تعمد الفطر، تعمد إخراج القيء، كان يشعر بثقل في معدته أو كثرة الطعام ويحب أن يخرجه فيقيء، يعني يشم شيئا أو يحرك شيئا علشان يتحرك ما في المعدة فيخرج، فهذا عليه القضاء. نعم. قال الشيخ: فقد نهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي يتغذى به، كما يوجب إخراجه نقصان بدنه أو ضعفه، فإذا خرج منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها. سابعا: عدم الفطر بالأكل والشرب ناسيا هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، واعتذر بعض المالكية عن الأخذ بالحديث بأنه خبر واحد مخالف لقاعدة الإفطار، ولكن قولهم مردود بالنص الصريح الصحيح الذي يؤيده قاعدة إسلامية مستقلة أرساها كثير من النصوص الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
وعدل الله تعالى أنه لا يؤاخذ إلا من قصد وتعمد. أما من لم يقصد فهو ما قصد الفعل لكنه ظن أنه غير صائم فأكل أو شرب، فإن هذا لا يفسد الصيام لأنه ما تعمد إفساد صومه رضي الله عنه. هذا والله أعلم. يقول السائل: هل يستطيع أحد أن يتكلم أثناء الأذان مع ترديد ما يقول المؤذن؟ نعم يا أخي، لا حرج عليه بالكلام حينئذ حتى وإن كان المؤذن يؤذن، فما جاء المنع عن الكلام، إنما المستحب يستحب له أن يقول ما يقول المؤذن إلا في الحيرتين، وأما من حيث الوجوب فلا يجب عليه الصمت. يقول السائل: عندما أتينا من المدينة المنورة في وقت المغرب فنزلنا لكي نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فأشار بعض طلبة العلم بأن نصلي المغرب فقط، واقتربنا من الحرم فنؤخر العشاء حتى نصليها في الحرم. هذا خير فعلتم ما دام أنكم أخرتوا صلاة العشاء، لأنكم تؤمنون أن تصلوا الحرم فتصلوا صلاة العشاء في الحرم، فذلك خير لكم من صلاتها في الطريق. إلا أن المرأة يستحب له أن يبادر بأداء الفريضة إذا كان يخشى انقطاع أو نحو ذلك، وكونه يؤديها أولا ليستريح. يقول السائل: هل مصافحة النساء يعتبر من نواقض الوضوء؟ مصافحة النساء إذا مس المرأة بدون شهوة، سلم على أخته أو سلم على أمه أو سلم على أحد محارمه بدون شهوة، فهذا ليس ناقضا للوضوء، أو سلم على زوجته بدون شهوة، فهذا ليس بناقض للوضوء. أما إذا كانت المرأة أجنبية ومس يدها بشهوة وتلذذ بهذا، فإن مس المرأة بشهوة يظن نقض الوضوء، وإن لم يكن هو ناقض إلا أنه مظنة نقض الوضوء. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لزوجتي خوفا من الحالة المادية مستقبلا؟ يجوز أن تعمل عمرة لزوجتك إذا كانت لا تستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام وأعلمتها بذلك قبل أن تحرم بالعمرة، فلا بأس عليك. يقول السائل: هل يمكن أن نعتمر للواردة رحمة الله عليها في سفري الذي اعتمرت فيه؟ يجوز هذا، لكن أخي لاحظ أن العمرة هي التي تقدم بها إلى مكة، وليست العمرة التي تخرج بها من مكة، وإنما إذا قدمت إلى مكة من المدينة أو من الطائف أو من أي بلد فاعتمر عمن شئت من الأموات. يقول السائل: جاوزنا الميقات ببضع دقائق لأن السائق لم يتوقف في الميقات. لا بأس عليك إن شاء الله ما دام أن الوقت قريب، والميقات ليس نقطة واحدة وإنما هو وادي أو مكان ما، فأي مكان أحرمت من أدناه ومن أقصاه لا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل التسمية في الوضوء واجبة وما حكم الناس؟ التسمية في الوضوء واجبة، واجبة مع الذكر، أما إذا نسي فالله جل وعلا يعفو عن النسيان. يقول السائل: هل يجوز ختان الأطفال في ليلة 27 من رمضان تبركا بهذه الليلة؟ لا يا أخي،
التبرك بالشيء الوارد ليلة 27 يتحرى فيها ليلة القدر، وما يتحرى فيه ليلة القدر في الاستغفار والصلاة والذكر والدعاء لله جل وعلا. وأما الختان ونحو ذلك فلا أثر له في ذات تلك الليلة. يقول السائل: خرج مني ريح أثناء الطواف، فما الحكم وماذا أفعل وقد أكملت الطواف؟ هل الطواف صحيح أم باطل؟ إذا خرج منك ريح وتأكدت من ذلك فيجب عليك أن تنصرف من المطاف، فإذا لم تنصرف فيبطل طوافك لأنه يشترط له الوضوء على الصحيح. يقول السائل: ما كفارة المريض إذا أكل أو أفطر وهو صائم؟ إذا أفطر وأكل وهو صائم فلا بأس عليه، إن كان جاهلا أو ناسيا فصومه صحيح، وإن كان تعمد الأكل فصومه غير صحيح ولا إثم عليه، لأن الله جل وعلا أباح للمريض أن يفطر. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن عندها سكر والضغط تتعب إذا صامت، فهل يجوز لها أن تفطر؟ نعم، إذا شق عليها الصيام فلها أن تفطر، وإن كانت تستطيع القضاء في يوم من الأيام أو في بعض السنة فلا بأس، فأحسن تقضي، وإذا لم تستطع القضاء إطلاقا فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. يقول السائل: هل يجوز للذي يسعى في المسعى أن يغطي كتفه الأيمن، وهل تجوز الصلاة وهو مكشوف كتفه؟ كشف الكتف الأيمن هذا يسمى الاضطباع شرعا، الاضطباع، والاضطباع سنة في أول طواف يقدم به المرء إلى مكة في الطواف دون السعي، فإذا ذهب يسعى فليجعل الرداء على كتفيه الاثنين، وإن كشف أحدهما فلا بأس وصلاته صحيحة، من صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكنه لا ينبغي له أن يكشفه لأنه لا سنة للاطباع حينئذ. يقول السائل: هل المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ لا يا أخي، البدعة لا تجوز، وليس هناك بدعة حسنة كما يقال بدعة حسنة، لا، بل البدعة كلها ضلالة، والبدعة هي خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا الوقت فأنت لا تصلي، أو صلى، أو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي المرء في هذا الوقت فشرع العبد بالصلاة في وقت النهي، فهذا لا يجوز، والبدعة هي ما يأتي به المرء بقصد مخالفة الشريعة، ومن أتى بشيء يخالف الشريعة فقد ابتدع في الإسلام بدعة سيئة. وأما من سن في الإسلام سنة حسنة كأن يكون الأصل موجود، له أصل لكنها ما كانت موجودة في ذلك الوقت، كانت معدومة ما يعمل بها منسية ونحو ذلك، فإذا أحياها فقد أحيا السنة الحسنة في الإسلام، مثلا مثل الذي قام تصدق، أول حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكل واحد استحيا، كل واحد قال ما معي شيء يسوى، ما معي إلا قليل، وما أعطوا المفرقين شيئا، فقام واحد وأعطاه شيئا من المال، فتتابع الناس بالعطاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فهذا الذي أعطى في وقت الحاجة سن في الإسلام سنة حسنة،
أصلها موجود في الشريعة لكنها ما كان يعمل بها في ذلك الوقت، فدعاهم إلى العمل بها فذلك أجره على الله. يقول السائل: هل يجوز الإفطار في السفر؟ نعم يا أخي، ولماذا لا يجوز السفر أي سفر كان قريب أو بعيد، ما دام أنها تقصر فيه الصلاة فيجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان ويقضي من أيام أخر. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى التنعيم ويحرم ويأتي بعمرة ويتابع الاعتكاف في العشر الأخير في رمضان؟ لا يا أخي، لا يجوز له ذلك لأنه ينافي الاعتكاف، الاعتكاف يلزم فيه لزوم المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد منه كالوضوء وقضاء الحاجة والأكل والشرب، الأشياء الضرورية يجوز له أن يخرج إليها، وعليه أن يقتصر على أقرب مكان يؤدي في هذا الشيء، ما يذهب إلى بعيد. وأما العمرة فليست بلازمة للمعتكف وهي تفسد اعتكافه. يقول السائل: ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع صاحب الحظ حظه، الجد الحظ والنصيب، لا ينفعه نصيبه وإنما أنت الذي تنفعه يا ربي. يقول السائل: هل يجوز تقبيل الزوجة ومداعبتها في نهار رمضان؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يأمن بأن لا يجر هذا التقبيل والمداعبة إلى فعل محرم الجماع فلا بأس عليه، وأما إذا كان لا يأمن يخاف أن يجره التقبيل إلى الجماع فإنه يحرم ذلك، فالجماع محرم وكل وسيلة تؤدي إليه محرمة، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته ورخص للشيخ الكبير ومنع من ذلك الشاب. يقول السائل: عندنا في بلدنا مسك يدعى المسك الأبيض يباع للرقي بثمن باهظ، هل هذا صحيح أن المسك الأبيض يستعمل للرقي؟ رقية ما أعرف هذا، ما أعرف هذا، ما ما المسك الأبيض ما هو، إذا كان علاج نفسه فيجوز أن يكون علاجا لشيء من أمراض، وأما أنه للرقية فلا. يقول السائل: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وبين ما جاء أنه شرب واقفا؟ نعم يا أخي، الجمع سهل ميسور بحمد الله، يؤخذ من هذا أن الشرب قائما منهي عنه نهي كراهة، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز أنه يجوز، يجوز مع النهي عن النهي للكراهة، والنهي نهيان، نهي تحريم ونهي كراهة. يقول السائل: عند الاعتكاف أخرج للوضوء وفي طريق رجوعي أشتري بعض الحاجات كالطعام وأصلي في الساحة لشدة الزحام، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، لأن هذا الزحام معذور فيه المرء ما يستطيع، فيصلي في أي مكان أدركته الصلاة لا حرج عليه. وأما اشتراء الطعام ونحو ذلك فإذا كان الطعام هذا للإفطار أو للسحور أو للأكل للصائم فلا بأس بذلك، وأما إذا كان نافلة ولا يحتاج إليه
وإنما يريده أن يأخذه لأولاده أو لأهله، فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: هل يصح الاعتكاف لمدة 7 أيام فقط، وهل يلزم إتمام الباقي؟ نعم يا أخي، يصح الاعتكاف لمدة 7 أيام وأقل من ذلك. فعمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأذن له صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لا يجوز الاعتكاف ليلة ولا يوم، وإنما أذن له صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الاعتكاف يجوز يوما وليلة وأكثر من ذلك. يقول السائل: حكم من لا يصلي التراويح ويصلي التهجد، وأيهما أفضل؟ صلاة التهجد أفضل، لأن صلاة التهجد في أثناء الليل بعد النوم، فهي أولى من صلاة التراويح، وإذا صلاهما معا فحسن. يحسن بالمرء أن يواظب على النوافل في رمضان، فإن لم يستطع واظب على بعضها وترك بعض لا حرج عليه. والله جل وعلا يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فناشئة الليل هي التي يقوم منها من النوم ليصلي مثل صلاة التهجد، وما صلاة التراويح فهي سنة مؤكدة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما هي النية عندما ينوي المرء الاعتكاف في 10 الأواخر؟ النية محلها القلب، ولا يلزم أن يقول نويت أن أعتكف كذا كذا إلى آخره، كل هذا من الكلام الذي لا دليل عليه، وإنما إذا نوى الاعتكاف صح اعتكافه. يقول السائل: هل خال أم الزوجة محرم بالنسبة لزوجتي؟ نعم يا أخي، خال الزوجة محرم لها، خال أمها محرم لها، خال جدتها محرم لها، وهكذا الخال كله محرم، سواء كان للمرأة أو لأبيها أو لأمها أو لجدتها أو لجدها، كلهم محارم. يقول السائل: قدمت للعمرة ومريت على المطاعم فأكلت ولم أدفع لهم شيئا ناسيا، ولا أعرف أن أرجع لهم، فما الحكم؟ أولا يجب عليك أن تتحلل من هذا المال الذي دخل عليك وليس لك. قيمة الطعام الذي أكلته يجب أن تؤديه إلى صاحبه، إذا لم تؤديه له وأيست من وجوده وأيست من تعرفك عليه، فيجب عليك أن تتصدق به عنه، تصدق به عنه. فإذا قابلته في يوم من الأيام فقل له: إني أكلت عندك كذا وكذا ولم أدفع لك، وخرجت وتصدقت بهذه القيمة للفقراء، فهل تأذن لي؟ فإن أذن لك فلا بأس، وإن لم يأذن لك فيجب عليك أن تعطيه القيمة وتكون الصدقة لك أنت. يقول السائل: هل إذا ابتلع الإنسان ريقه يفطر أم لا؟ لا، جمع الريق العادي هذا لا يفطر به إطلاقا، وأما المكروه وجمع الريق في فمه ثم يبتلعه معا، هذا مكروه كراهة ولا يفطر به الصائم.
يقول السائل: امرأة اعتمرت بمال زوجها وهي تريد عمل عمرة ثانية، هل الأفضل أن تؤديها عن زوجها الميت أو أباها الميت؟ هي بالخيار، تؤديها من تؤديها، ولا يحسن أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة ثانية، وإنما إذا سافرت إلى مكان ما ورجعت فيحسن أن ترجع إلى مكة بعمرة. يقول السائل: هل يجوز أن أذكر عند الناس لا أحب هذا لأن عقيدته رافضية وأخرج من الصلاة إذا كان يصلي؟ لا بأس أن تذكره إذا كانت عقيدته فاسدة، أن تذكره لأن ذكر العقيدة مهم بالنسبة للإنسان، إذا ذكرته بسوء فهو محتمل للسوء ما دامت عقيدته فاسدة. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، تحبه لأنه تقي وتبغضه لأنه فاسق. يقول السائل: ما هو القول الفصل في الحقن الشرجية أو ما في حكمها، علما بأني كبير السن ولا يمكن لي قضاء الحاجة إلا بهذه الوسيلة؟ لا بأس عليك إذا كنت مضطرا بهذا، وهذه الحقنة مثلا لأجل إخراج البول أو الغائط، لا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: لي أختين في سن الزواج، هل يجوز عليهم زكاة مالي؟ نعم، إذا كنت لا ترثهم، أما إن كنت ترثهم فلا يجوز أن تعطيهم زكاة مالك، إذا كان الأب موجود فأنت لا ترث أخاك، وأما أو كنت أخا لأب وأخوانك وله أخوة أشقاء، أما إذا كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك، وإنما إذا قصرت به النفقة تعطيه من حر مالك، فالوارث عليه نفقة وارثه، وكما قال الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، فالوالد والوالدة يجب عليهم الإنفاق على ولدهما، وكذا الوارث لهذا المولود يجوز أن يعطيه زكاة ماله إذا كان لا يرثه، وأما إذا كان يرثه فلا يجوز أن يعطيه زكاة ماله. يقول السائل: ما هي الحكمة من الاعتكاف؟ الحكمة والاعتكاف حبس النفس على طاعة الله جل وعلا وذكره، والتأمل في مخلوقات الله، والتفكر في عبادة ربه، والإخلاص له في العمل، هذا هو الحكمة والله أعلم. يقصر نفسه على طاعة الله وعبادته ولا يشتغل بالدنيا، يجعل وقت اعتكافه للآخرة فقط. يقول السائل: رجل قادم إلى المملكة عبر الجو ولم يجد لباس الإحرام، فهل ينوي العمرة في الجو عند محاذاة الميقات؟ نعم، يلزمه أن ينوي عند الميقات، والنية محلها القلب، يلتلفظ بذلك لبيك حجا مثلا ما بأس، ويبقى على بعض ملابسه الضرورية التي تسر عورته، فإذا نزل في المطار أخرج إحرامه ولبسه، وليس عليه شيء إذا فعل ذلك. أما إذا لم يحرم من الميقات فيكون ترك واجبا من واجبات العمرة،
وهو الإحرام من الميقات المعتبر له، فعلى المرء أن يحرم ولو بالنية واللباس وإن كانت ملابسه كثيرة، فيخلع ما زاد، يبقي السروال مثلا والفنيلة، أو يبقي السروال يكفيه ويلف على سرواله غترته وشماغه وعمامته لأجل كمال ستر عورته، ولا بأس عليه في ذلك. يقول السائل: فاتتني الصلاة وأنا نائم وصحيت مع فرض، هل أصلي مع الجماعة أو ترتيب الصلاة مطلوب؟ إذا حضرت الصلاة الحاضرة فيحسن أن تصلي مع الجماعة، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالفريضة التي فاتتك خشية فوات الجماعة، لا بأس عليك. أولى لك من الترتيب، يسقط عنك الترتيب لهذا، مثلا كمن نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، فإن كانت الصلاة قد أقيمت فيدخل مع الإمام في صلاة المغرب على نية صلاة المغرب، ثم إذا سلم من صلاة المغرب قام وصلى العصر. أما إذا أمكنه أن يصلي صلاة العصر قبل صلاة المغرب فهذا حسن وأولى، أما إذا لم يمكنه بأن كانت الصلاة المغرب أقيمت فعليه أن يدخل مع الإمام ويصلي المغرب، ثم بعد صلاة المغرب يقوم ويصلي العصر، فيسقط عنه الترتيب لإدراك الجماعة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح.